يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. ايه رأيكم كده نبدأ الأول نتكلم في الانترو بتاعنا عن كيفية إقناع الزوج؟ علشان تقدري تقنعي جوزك بموضوع معين، أهم حاجة لازم تعمليها هو أنك أنت تكوني الأول مقتنعة بالموضوع اللي هتعرضيه عليه، مقتنعة جدا يعني كمان عارفة أبعاده كلها، عندك رد على كل أسئلة جوزك. لازم تكوني مالكة كل أدوات الرد عليه، ولازم تبقي عارفة مفاتيح الزوج كمان، يعني تختاري إمتى الوقت المناسب لمناقشته في الموضوع اللي عايزة تقنعيه بيه، تحسسيه بأن رأيه هو اللي هيتنفذ وتحترمي رده. ويمكن كمان الوضوح والصراحة بيكونوا طريق مختصر لإقناعه بعيدا عن اللف والدوران. ابدأي معاه بمميزات الموضوع، يعني ابدأي بالبرايت سايد كده بتاع الموضوع، الموضوع ده هنستفيد منه كذا وكذا وكذا، طبعا الموضوع اللي انت عايز تقنعيه بيه. وكلما كان ردك كده ثابت وفي ثقة في النفس اكيد هتوصلي له. كمان كلمة في ودنك، في ودنك انت كده، انك انت لازم تحسسيه انه لو مش موافق ومقتنع انك خلاص هتسمعي الكلام. نزلنا وسألنا الستات في الشارع بمناسبة يعني الانترو ده، بتعرفي تقنعي جوزك بسهولة ولا لا؟ تعالوا كده نشوف الستات في الشارع قالوا لنا ايه في البوبس اللي جاي. بتعرفي تقنعي الزوج بأي حاجة انت عاوزة تقنعي بيها؟ لا، هو طبعه كده ما بيقتنعش، لازم نتخانق وبرضك اللي في دماغه في دماغه. الراجل الشرقي رأيه هو الأول، يعني ما بيقتنعش بكل سهولة، يعني هو كل واحد وشطارته بقى في الطريقة في زي يتعامل، لأنه هو عارف جوزه إيه بالظبط، بيتكلم على أساس كده. بقنعه وبنقعد نتكلم مع بعض وبنتفاهم مع بعض، هو يعني بيفهمني بسرعة. طبعا ليه طريقة إن أنا أقدر أقنعه؟ بقدر إن أنا مثلا واحد يعني نتكلم واحد اثنين ثلاثة، ماشي تمام، وأوقات لأ، اللي عايزه هيكون. لا والله يوم ما بيبقاش صعب، والله بيبقى بسهولة، ما تقلقيش من حاجة زي كده. طبعا موضوع إقناع الزوج ده بيعتمد على العلاقة ما بين الزوج والزوجة، يعني لو هو واثق في رأي مراته، لو طريقة العرض زي ما قلنا كده لطيفة خفيفة فيها والله يعني احنا بنتشاور الأمر شورى بيننا، كل ده هيوصلنا للطريق اللي احنا عايزينه اللي هو نقنع الزوج يا رب إن شاء الله. طيب بعد الفاصل بقى هتكون أول مواضيعنا اليوم، معانا النهاردة فقرة مهمة جدا عن امتحانات الثانوية العامة، إزاي الأسر تستعد لها، شكل وطريقة الامتحان، وطبعا هنفتح لحضراتكم كل طرق التواصل معانا، عايزين إجابة أي سؤال، سواء تكلمونا على أرقام التليفونات اللي هتظهر حالا على الشاشة أو تبعتولنا على صفحتنا، صفحة ست الستات على فيسبوك. بإذن الله لو في أي مشكلة بتواجهكم أو أي حاجة عايزين تعرفوها أكتر عن طرق الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة نرد عليها في فقرتنا الأولى بعد الفاصل، خليكم معنا. خلاص احنا بيفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 48 ساعة، يوم الاثنين اللي جاي بالتحديد تبدأ الامتحانات. يا رب بالتوفيق والنجاح لكل الطلبة والطالبات، وزي ما احنا عارفين ان الثانوية العامة يعني مش عارفة ليه احنا عاملينها عبء علينا ومن أكبر الأعباء نفسيا وماديا على أغلبية الأسر المصرية على فكرة. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن ان احنا في محطة لانتقال الطالب من مرحلة الثانوي لمرحلة الجامعة بإذن الله، وكل ما ميعاد الامتحانات بيقرب بيزيد معاه الخوف والقلق والتوتر ما بين الطلاب والأهالي. عايز اقول لكم على حاجة، لا الأهالي اكتر للأسف، أحيانا كتير بيتحول القلق والتوتر لحالة مرضية، واللي بينتج عنه بطبيعة الحال عدم القدرة على المذاكرة ولا التركيز. شفتوا بنعمل إيه في ولادنا، إن هم ما يقدروش حتى يركزوا. علشان كده بننصح دايما إن الطلاب يعني ما تسمعوش كلام الأهالي قوي، مارسوا رياضة لأنها مهمة يعني لتحسين الحالة المزاجية، وخصوصا في الفترة دي الحفاظ على الرياضة بانتظام بيقلل من هرمونات التوتر، ومعروف إن ده بيحفز إنتاج الإندورفينز وبيرفع من الحالة المزاجية للطلاب. طب إحنا دلوقتي كمان عايزين نتكلم إيه اللي جاي؟
ايه الرسائل اللي ممكن تساعدنا على ان الطلاب وعلى ان ولادنا يقوموا باداء الامتحانات بشكل لطيف جدا جدا، يبقوا مركزين قوي قوي؟ كل الحاجات دي هيقول لنا عليها النهارده ضيفنا الخبير التربوي اللي منورنا واستاذ المناهج بكليه التربيه جامعه عين شمس دكتور حسن شحات. مرحب بحضرتك معانا. اهلا يا استاذه دينا، اهلا وسهلا. يعني احنا دايما في الاوقات الصعبه لازم على طول حضرتك تبقى منورنا في الاستوديو، وولادنا تحت ضغط. عايزه الاول كده نظره حضرتك. ضغط اسري. ضغط اسري، كلمني الاول على النقطه دي. طبعا لابد ان احنا نهنئ 707 الاف بيت مصري ابنائهم داخلين امتحان الثانويه العامه يوم 20 ان شاء الله. امتحان امن وعام امن ومفيش صحة من جانب الصحة آمنة، من جانب التعليم آمن، من جانب الامتحانات آمن. يعني انت عاوزاني أبدأ بي يعني رسالة للسادة أولياءكم. بالظبط بالظبط. الطلبة عارفين نظام الامتحان بالتابلت وامتحن الثانوية العامة السنة اللي فاتت بيه، ونظام اختيار متعدد، وكيف بيضعوا دايرة على الإجابة السليمة من 4 دوائر أو من 3، ولو الأخطاء وبيحطوا إكس على الدايرة عشان تتلغي. وهم عارفين إن يخشوا بدون أوراق امتحان، أوراق شيت أو بدون الكتاب المدرسي. وإن بدال ده الوزارة أعدت اللي هو كراسة المفاهيم اللي فيها المفاهيم والنظريات والقواعد والأسس والمعايير والمعادلات، لأن احنا بنقيس التطبيق، بنقيس التحليل والتركيب وإبداء الرأي والتفسير والتعليل، ما بنقيس الحفظ. صح. فالحفظ ده موجود في الكتاب، في دليل اللي موجود ده بتاع المفاهيم، وده على فكرة يا أستاذة دينا موجود في إنجلترا، وموجود في سنغافورة، وموجود في كوريا الجنوبية، وموجود في الدول المتقدمة كلها، بتعتمد على أنها تزود الطالب بما يجب أن يحفظه. ما تحفظش، خد أدي حاجاتها إيه، استعين بيها في الامتحان. صح. السادة أولياء الأمور، ممنوع الانزعاج. ليه؟ لأن امتحان السنة دي زي السنة اللي فاتت، بالبابل شيت واختيار متعدد وبيقيس القدرات العقلية العليا. وليه؟ لأن امتحان الثانوية العامة أسئلته موجودة في بنك المعرفة، موجودة في منصة حصص مصر، موجودة في مدرستنا 1 ومدرستنا 2. إذا الامتحان افيلابل أو معروف بالنسبة ليهم، مفهوم طريقته. والطلبة السنة اللي فاتت كان أول تجربة واتصدموا، لكن سيادة الرئيس قال لهم البابل شيت بلاش تعليم الكتروني، او لكن في تصحيح الكتروني. لكن طب نبدا كده، اللي هو شكل الامتحان هل ورقي ولا الكتروني السنه دي؟ لا، ورقي من خلال الشيت، بابل شيت. الشيت بابل شيت يعني ورقه اجابه. أيوة. فيها دوائر. ورقه الاسئله بيديها للمصحح، للمراقب، ما يطلعش بيها. ايوه. ورقه الاسئله ممنوع ان يطلع بيها بره، يسلمها ويسلم ورقة الإجابة. ما يحطش على ورقة الأسئلة إجابات. ممنوع يحط على ورقة الأسئلة إجابات. الإجابة في البابل شيت. أوكي. الإجابة ويعملها الأول بالرصاص. وبعد ما يتأكد إن الإجابات سليمة يسودها بالقلم الجاف. هنا الطريقة دي. طب غلطت، أعمل إكس على الخطأ، الدائرة الخطأ، وأعمل الدائرة الصح. لكن ما اعملش دايرتين في سؤال واحد، وما اتركش سؤال بدون دوائر. دي عشان التصحيح الالكتروني يبقى بيراعي هذه الامور. اذن يا استاذه دينا، الامتحان عارفينه، نظامه عارفينه، طريقه الامتحان امتحنوا فيها السنه اللي فاتت. صحيح المجموعات المجاميع انخفضت، لان الدرجات في النظام الجديد بتعبر عن القدرات. الدرجات بتعبر عن القدرات، بس حتى مجاميع الكليات، المجاميع الكليات انخفضت. هي كمان لان ولادنا كنا بنديهم تفوق وهمي، ياخدوا 100% و105% ويخشوا كليه الطب والصيدله والهندسه ويسقطوا اعدادي اعدادي اعدادي. طب ليه؟ انا عاوز اقيس القدرات الحقيقيه اللي هي تتمثل في التحليل والتركيب وابداع الراي والتفسير والتعليل، ودي حضرتك المهارات المتطلبة في الجامعة. زي ما قلت، التعليم الجامعي بنهيئهم للتعليم الجامعي. صحيح. لأن التعليم الجامعي عاوز إجراء بحوث، عاوز تفكير وتفسير وإبداء رأي. لأن الدكتور خالد عبد الغفار منذ تولى وزارة التعليم العالي ألغى الكتب الخارجية، الكتب الجامعية، وألغى المذكرات،
واصبح دلوقتي المقررات الالكترونيه موجوده في كل في كل صف دراسي، والطلبه بيتعاملوا من خلال التعليم الالكتروني مش التعليم الورقي. انتهى عصر التعليم الورقي وانتهى عصر الراي الواحد والفكر الواحد والاجابه الواحده. دلوقتي في تنوع وتعدديه وابداع راي، في ثراء وفي تنوع، مفيش خوف، لان بالزبط. قبل كده امتحنوا عارفين نظام الامتحان موجود على البنك المعرفه ومنصه حسن مصر والمنصات الاخرى. اذا مفيش اي مشكله، وهم الجدول بتاعهم مريح جدا. مريح جدا، مش هيمتحنوا كل يوم كل يوم كل يوم. لا، في ايام في امتحان وايام مفيش امتحان. وزعوا المواد اللي بيعتبروها صعبه على فتره الامتحان، وحطوا مواد بديله بتعتبر سهله. اذا انا حاسس بالامان، حاسس بالاطمئنان. اولياء الامور يا ريت يا ريت ما بيقولوا اولياء الامور عاوزين ايه؟ عاوزين المامنز، عاوزين نموذج الاجابه. طب انت عاوزه نموذج الاجابه عشان الطالب يمتحن ويروح البيت تعقديه، ما يقدرش يمتحن الماده اللي بعديها ولا اللي بعديها. سيبيه هو هياخد الاجابه بتاعته، وفي ناس امناء متخصصين. لا، زي ما اتفقنا ان التعليم عمليه متخصصه ليست عمليه اجتهاديه ومرنه، ليست صناعه ما ليست له صناعه ومرنه. يعني اقصد انها في تنوع وفي تعددية وتعدديه ومفاهيم. وفي على فكره الوزاره كاتبه تقبل الاجابات المشابهه حتى نموذج الاجابه، لو في اجابه وفي طالب عمل اجابه ثانيه بتقبل الاجابات المتشابهه والاجابات الصواب. الوزارة حريصة على ان الامتحان يبقى امن، حريصة على ان العدالة التعليمية. العدالة التعليمية يا استاذة دينا دي القضية الاساسية. ممنوع الغش، ممنوع التظاهر. انا مش فاهم اما اولياء امور يهجموا على مديرة مدرسة لان اولادها مرادهم ساقطين. عاوزين ايه؟ عاوزين ان هم ينجحوا بالعافية؟ ده يعتبر تظاهر وده ارهاب، يخش تحت دائرة القانون. ممنوع ان اولياء الامور يتظاهروا او يتدخلوا في امتحان الثانويه العامه او في اي امتحان من الامتحانات. طب ليه ما يتكلموش في الجامعه؟ لانه خايفين، لو اتكلموا في الجامعه اولادهم هيصعدوا، ولو صعدوا مش هيقدروا يتعبوهم. هو التعليم ما قبل الجميع الحيطه المايله اللي بنط عليها، انتهى العصر ده. فالمفروض في ناس متخصصين. لا، وفي يعني دكتور حسن في كمان فرص لتعويض المواد دي ولتعويض الماده ومادتين بياخدهم في الترم. زمان ما كانش كده خالص، موجود كان اللي يسال تعيد السنه كلها. لا، وشوفي حضرتك يا استاذه دينا ان الطالب مش هيقعد يكتب لي مقالات واسئله اسئله مقاليه، لا، ويقعد يكتب بقى صفحات والمصحح تعبان ويدي 5 من 10، 6 من 10، 8 من 10، ما هو مش محدده. لكن دي اجابه صح عليها درجه، اجابه خطا عليها صفر. طب تعالى تعالى دكتور حسن نقول ايه المشاكل اللي قابلت حضراتكم السنه اللي فاتت وتم تلافيها ان شاء الله في مخططكم للسنه دي؟ السنه اللي فاتت اولياء الامور صاروا قبل الامتحان وقالوا مش عاوزين ولادنا يمتحنوا على السيستم لان السيستم هيقع. تدخل رئيس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال لهم الامتحان بابل شيت. اما تدخل رئيس الدوله يعني ضامن للطلاب دول ان هم في امان، ضامن لهم امتحان جيد. امتحنوا في البابل شيت. السنه اللي فاتت كانوا بيجيبوا الكتب الخارجيه المدرسيه وبيحطوا علامات عليها وبتاع وبيتلخبطوا وبيتبرجلوا بيرتبكوا. فرعناها دي كلها وجبنا لهم المفاهيم، كراسه المفاهيم. لا بيكتب على كراسه المفاهيم حاجه ويسلمها وما ياخدهاش، وورقه الاسئله ما يكتبش عليها حاجه ويسلمها ما ياخدهاش، ويكتب بس في البابل شيت فقط ويسلمه. بيسلم 3 حاجات، بيسلم كراسه المفاهيم اللي هو جديده السنه دي، ويسلم ورقه الاسئله وورقه بدون اي علامات، ويسلم ورقه الاجابه اللي هي البابل شيت. اذا مفيش. السنه اللي فاتت كان في اتجاه نحو التعليم الامتحان الالكتروني اتمنع بقى بابل شيت. يعني احنا كنا يعني كان ولادنا بيروحوا بورقه الاسئله عادي. لا لا، النظام الجديد لا. ليه؟ ايه الحكمه ورا دي؟ الحكمه ان الاسئله دي
يعني ممكن تتكرر يعني مش سر بقى ان امتحان الثانويه العامه اللي امتحانه السنه اللي فاتت ممكن بعد اسئلته دي تاتي مره ثانيه. اوكي. فلان بنك المعرفه وبنك الاسئله او اللي هو موجود في المركز القومي لامتحانات والتقويم في المقطم وضع اسئله في مستويات معرفيه متعدده في كل ماده من المواد. فالاسئله ممكن تتكرر. اوكي. فده النظام اللي موجود بيه عالميا، احنا ما اخترعناش. وزارة التربية والتعليم ما اخترعتش الكراس المفاهيم، كراس المفاهيم دي موجودة في الدول المتقدمة. صحيح. الأسئلة موجودة في الدول المتقدمة، البابل شيت موجودة في الدول المتقدمة. أنا لما أحط ابني تحت منصة العدالة التعليم إن الطالب الشاطر يبقى شاطر، الطالب المتوسط متوسط، الطالب اللي تحت المتوسط تحت متوسط، يبقى الامتحان بيميز، يبقى ما أخش الجامعة أخش بقدراتي. يبقى الدرجات بتعبر عن القدرات. صحيح. قبل كده ضحكنا على اولياء الامور ده ياخدوا تفوق وهمي 100% ويجوا يخشوا كليه طب او صيدله او هندسه يسقطوا فيها. لا، بنقيس التذكر، بنقيس الحفظ. صح. بنقيس التراكم، كيفيه الوصول للمعلومه، يعني القدره على الوصول للمعلومه كمان. النظام الجديد. ولذلك اصحاب الجامعات والضغط الاجتماعي اللي هم بيحاربوا الوزاره ويحطوا من ايام يقول لك تم الغاء، مين قال تم الغاء الامتحانات الاولى ثانوي؟ مين قال الكلام ده؟ هل الوزاره قالت الكلام لا ده؟ لا خالص. يعني المفروض لابد يبقى فيه محاسبه. البلبله دي مين بيخلقها؟ بيخلقها اصحاب المصالح، بيخلقها اصحاب التخلف، جماعات التخلف. الرئيس عاوز يبني مجتمع جديد لانسان جديد لمجتمع جديد. الرئيس من ايام يومين او ثلاثه قال ان التقدم والجن اللي احنا جبناه في الغاز وفي غيره لان بنبني انسان جديد. صح. بنعمل انسان جديد للالفيات الثالثه، للمجتمع الجمهوريه الثالثه او الجمهوريه الجديده. الله، هو الدولة بتصرف 220 مليار دولار أكثر من 220 مليار دولار على التعليم، ورئيس الدولة بيقعد يقول لكم ويهديكم في الامتحان وبيتابع بنفسه، والوزارة بتتابع بنفسها والإعلام بيتابع بنفسه. لابد اتركوا التعليم لوزارة التعليم، ارفعوا أيديكم عن الطلاب. ان اولياء الامور فاكرين ان العصر ده زي عصرهم. لا، الجيل مختلف، المعلومه مختلفه، النظام مختلف. يعني ده هم دلوقتي رئيس الجمهوريه اشطر مننا، بيطلعوا من على التابلت. يعني انا بقالي دلوقتي في التعليم اكتر من 50 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. رؤساء الجمهوريات اللي قبل كده ما كانوا مريحين نفسهم، العيال بيروحوا ننقل من كتاب الخارجي ومن كتاب الوزاره ونحط في ورقه الامتحان يتفوقوا ويطلعوا ونضحك عليهم، تفوق وهمي، يصعدوا في الجامعه، ما ينفعش. الرئيس متبني فكر بناء 4 سنوات الاولى لبناء العمران وال4 سنوات الثانيه لبناء الانسان. صحيح. فبنى انسان جديد، ما تسيبوه يبني انسان جديد، يمسي يبني البشر، يخلق بشر جديد لحياه جديده، لمجتمعات جديده. فالمفروض النظام الجديد للامتحان بيفرز المتفوقين ويفرز ذوي القدرات، خاصة ما فيش مشكلة الجامعة زي ما حضرتك قلتي، في الجامعات الحكومية 27 جامعة وبرامج متميزة فيها، في الجامعات الأهلية أكتر من كل جامعة فيها جامعة أهلية، ده بقى في جامعة في كل منطقة. أنا في جامعة بعتبرها يا أستاذة دينا جامعات تعليمية مصرية طبعاً. على جامعات دولية على أرض مصرية. صحيح. جامعات فيها برامج جديدة وأساتذة بيدرسوا بطريقة جديدة ومصروفات أقل وشهادات دولية معادلة معادلة للدول الأجنبية، معادلة. وفي عندنا الجامعات التكنولوجية وعندنا الجامعات الخاصة وعندنا الجامعات كنت في لقاء في قناة خارج مصر بيقولوا لي ان مصر استوعبت كل الراجعين من الحرب الاوكرانيه الروسيه وهي ما استغلتش الموقف ده. هي مصر مستعده دائما، مصر مستعده، فيها الجامعات المختلفه، فيها البرامج الدوليه، فيها التعليم الجيد. كل الطلبه العرب اقبلوا على هذا التعليم ودخلوا لان بيعلموا اولادهم برؤيه عالميه على ارض مصريه. طيب بما اننا بقى بنكلم الطلبه، يعني اولياء الامور هدوا روحكم وسيبوا الطلبه كده يشقوا طريقهم وان شاء الله بالنجاح دايما. امتحان سهل. ايه النصايح؟ ايه النصايح بقى اللي نقولها دلوقتي؟ يعني الامتحانات باذن الله تبدا بعد بكره يوم الاثنين، انا عايزه كده حضرتك تدي نصايح للطلبه اللي بيسمعونا. بص حضرتك،
هو ذهب يعني اما كل الاسئله، انتوا عاوزين الاسئله؟ الاسئله عارفين نظامها ايه؟ بتقيس التفسير والتعليل وابداع الراي والتفسير والتعليق واحترام كل دي القدرات العقليه العليا. أوكي. طيب موجوده فين؟ موجوده في بنك المعرفه وموجوده في منصات حصص مصر ما عدا اللغه الالمانيه، معلش اللغه الالمانيه مش موجوده. ارجو ان اصحاب اللغه الالمانيه ينسجوا على منوال اللغه الفرنسيه والانجليزيه والعربيه في البتاع، لان مش موجوده. يبقى الأسئلة موجودة، أنماط الأسئلة موجودة، طريقة الامتحان حافظه عارفه، البابل شيت ومتصور على الإنترنت والورقة موجودة، واحد تحتها ألف ب ج ب واثنين وهكذا، والدوائر موجودة معروفة، كل حاجة معروفة. مفيش علامتين على نفس السؤال. البابل شيت علامة واحدة لكل سؤال. أيوة. وتسودي الدايرة. الأول الطالب بيقعد بيجيله ثلاث ورقات، ورقه البابل شيت بيكتب فيها بياناته فوق في الجزء الاعلى لان ده بيتفصل وبياخد رقم سري، وبعدين ياخد ورقه اسئله، وبعدين ياخد ورقه الكراسه الايه المفاهيم. اوكي. ثلاثه يركن كراسه المفاهيم جنبه ورقه الاسئله ورقه الاجابه. بعد ما بيكتب في البابل شيت بياناته بيقرا السؤال، يقرا الاسئله كلها الاول يبص فيها، وبعدين يبتدي يسال، ياخد السؤال الاولاني يجاوبه، بيعمل كله بالدوائر الرصاص الخفيف. بعد كده اما يجي يراجع بقى يبص الاسئله ويراجع اللي يتاكد منه يسود بقى، يسود بالجاف. المرة الثانية يسود بالجاف، مش من أول مرة يسود بالجاف، عشان يبقى في دي نقطة مهمة. والوقت مناسب، الوقت مناسب. عاوز أرجع لنظرية أو معادلة أو أو أو, أو أي أو نظر حاجة في القواعد النحوية، أفتح الكراسة المفاهيم ألاقي الحاجة موجودة أطلع عليها. طب لو عايز أشخبط في حاجة، عارف ساعات كده دكتور حسن الواحد وهو بيفكر لازم يبقى بيشخبط في حاجة، يشخبط في إيه؟ هو فيها يعني عايزين رف بيبر كده. لا ممنوع دخول ممنوع. دي ممنوع، دي فكرتي انا ودي ممنوع، ممنوع دخول، لان دي عملت ربكه للاولاد وغشوا وكتب. ممنوع دخول الكتب المدرسيه كمان. لا ولا حتى ورقه فاضيه يشخبطوا فيها. يا 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 استاذه، في اخر البابل شيت اخره في جزء فاضي. أوكي. ولازم يشخبط يعني. لا ساعات الواحد كده بنات افكاره تبقى متلخبطه. الاغنيه بتاع الشخبطه ولا بتاع اسمها ايه دي؟ شخبط شخبيط لخبط لخبط. ده للاطفال الصغيرين دول كبروا يعني ساعات ساعات. لا يعني من اللي يسود. يعني خليه بصي، خليه قبل ما يسود الدايره دي، الدايره دي اما يسودها درجه. اوكي. يا تاخدها يا ما تاخدهاش، فتعملها بالرصاص، تمشي كله بالرصاص، وبعدين بعد كده تراجع عندك كراسه المفاهيم بتفتحها وتتابع فيها اذا حبيت تتاكد، وتقفلها وتسلم كراسه المفاهيم مع ورقه الاسئله نضاف، ما فيهمش اي علامات ولا فيهم اسماء ولا فيهم اي، وبعدين بابل شيت اللي عليه اسمك وعليه بيانات هياخد الثلاث وترجع دلوقتي. تعلم على كل الورقه تاني بالجاف بعد ما رجعت اللي كاتبه بالرصاص. ولو لقيت غلط بعمل اكس كده على الدايره واعمل الدايره اللي انا عاوزها. بس خلص الموضوع. الاكس دي الكمبيوتر مش هيلقطها، هيمنعها. احنا معانا حد على التليفون؟ انا مش سامعه. احنا معانا حد؟ اوكي. طيب سؤال تاني بقى، دلوقتي احنا قلنا بنك المعرفة وقلنا ان حصص مصر ومدرسة سلطان واحد واثنين. طيب فيها الاسئلة، في دول انماط الاسئلة وممكن تبقى مكررة. يعني دلوقتي المرحلة اللي احنا فيها فاضل 48 ساعة، الطالب يعمل ايه؟ يحل اسئلة زي ما ولا يرجع يقرا ولا ايه؟ قول لنا بقى. انا المفروض ان انا بعمل بروفة الامتحان، يعني ايه؟ اقعد من الساعة 9 للساعة 12 وقدامي ورقة بابل شيت وقدامي اسئلة بجاوب عليها، اتدرب على ان، لان الجسم لما يتعلم الجلوس في فترة محددة ما يأثرش التعب بتاع الجسم على التفكير. اوكي. يبقى اتعود. البروفة مهم، البروفة والبروفة دي وامتحانات، حل امتحانات، يحل امتحانات، ما يتصلش بزمايله، لان في طلبه بيحفظوا اسئله معقده ويجاوبوا عليها فيشعر الاخر بانه خايب انه ما يعرفش. فارجوكم فيرعبك. يعني ما تتعاونش مع زمايلك، خليك بينك وبين نفسك، يور سيلف. افتح البابل شيت، افتح بنك المعرفه، افتح منصه حصص مصر، حاول تجاوب،
قبل ما تشوف الاجابه جاوب. وفي امتحان السنه اللي فاتت نماذج الاجابه موجوده في البنك المعرفي. ايوه دي مهمه قوي، نماذج الاجابه بتاعت موجودة في البنك السنه المعرفة. اللي فاتت وطرق الحل موجوده في البنك المعرفي. احنا كده خلاص يعني، احنا كده بقى نهدى. اولياء الامور تعالوا على جنب شويه، سيبوهم كده بهدوء ان هم يشقوا طريقهم، يعني ادوهم ثقه في نفسهم، ما تخلوهمش حاسين بالرعب وفوق الرعب اللي هم بيحسوا بيه لاي امتحان. اي واحد مقبل على اي امتحان مش بس الثانويه العامه بيبقى قلقان، فما تبقوش انتوا عامل مساعد لزياده القلق. بشكر مع حضراتكم دكتور حسن شحاته، يعني اللي دايما بينورنا وبيطمننا وبيطمن الطلبة كمان، ويعني احنا بنشكره شكرا جزيلا. طبعا خبيرنا التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، شكرا دكتور حسن، شكرا جزيلا. فاصل، وبعد الفاصل هنشوف نموذج نسائي مميز جدا في عالم الرسم، خليكم معنا. وبنرجع لحضراتكم من جديد، وفقرتنا النهارده بطلتها فنانه تشكيليه موهوبه، شاركت في العديد من المعارض سواء داخل مصر او كمان خارجها. على فكره فازت مؤخرا بالمركز الاول في مسابقه الازهر الدوليه للكاريكاتير بلوحه عن السلام، واللي فيها وصلت فكره السلام بشكل بسيط جدا. فنانتنا كمان شاركت في مسلسل الوجه الآخر وعملت فيه رسومات التتر ورسومات الديكور، والبطل اللي قام بدور رسام، طبعا دي كانت رسوماتها هي. وفي مسلسل ورا كل باب رسمت لوحات لسوسن بدر، ورسمت لوحات لمسلسل ضربة معلم كمان، ومسلسل ونحب تاني ليه وليالينا، يعني حقيقة مسلسلات كتير ضمت أعمال فنية للموهوبة الفنانة فاطمة حسن، رسامة جريدة الأخبار العريقة اللي منورانا النهارده في ست الستات. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام الحمد ايه كل لله. المسلسلات ما شاء الله، يعني لا قوة الا بالله اللي شاركتي فيها دي. هي الميديا كده فتحت معايا بالصدفة حقيقة، يعني بعد المعارض بتاعتي الناس بدأت تبعت لي مخرجين وكده، ممكن ترسمي معانا في شغل في المسلسل، فكان عجبني الموضوع قوي، وكان حاجات شبهي يعني كلها كانت حاجات شبهي، فهي بدأت كده صدفة. ايه اللي بيميز رسوماتك يا فاطمة؟ يعني كل فنان بيبقى له ستايل في الرسم بتاعه، ايه اللي رسمه بورتريهات، اللي رسمه عارفة الحاجات اللي هي التشكيلية التجريدية والمودرن والحاجات دي، وفي رسومات بتبقى ريبليكا يعني بيقلدوا الرسومات الزمن اللي فات. انت مين فيهم في الستايلز دي؟ لا هو انا اللي بيميز شغلي البساطة والتعبير عن نفسي، يعني انا بحس ان انا برسم احاسيسي ومشاعري في لوحاتي، فيمكن عشان ده بيوصل للناس بسرعه. ان الواحد بيرسم نفسه، بيرسم احساسه، مباشر، شغلي مباشر، فبحس ان ده كل طبقات المجتمع بتفهمه، فده بيميزني في كده، ان انا مش بلف وادور كتير. انتي واضحه وصريحه ورايحه للاحساس اللي انتي حاساه في اللحظه دي. بسيط. انا عايزه اشوف اعمال لفاطمه على الشاشه معانا ونناقشها فيها ونتكلم، لان كمان فاطمه مش بترسم كده بس، لا دي كمان يعني في بتروح محاكم وبتنقل حاجات من ارض الواقع. الاول كلميني عن الفيديو ده يا فاطمه. انا عامله استوديو عندي في البيت، برسم، بقعد ارسم اللوحه كل خطواتها، وبعدين انزلها كده تحطيها على الايباد الاول مثلا او على الكمبيوتر. ايوه بقعد بقى الخص الخطوات كلها عشان يبقى فيديو قصير وسريع ينفع للسوشيال ميديا. ودي حاجات بس انت قدامك اللابتوب يعني ببص فيه على مثلا الصوره اللي انا عايزه ارسمها بحطها قدامي، لو في حد انت بترسميها اساسا على اللابتوب؟ لا يعني بتستخدمي الابلكيشنز اللي هي الرسم على لا 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 لا، برسم لايف، يعني انا بحط بس الصوره قدامي
وباخد منها الملامح وابدا ارسم والون يعني. بس انا لو انا برسم حد بعينه فلازم الصوره تكون قدامي. ايوه طبعا، كانه قاعد كموديل قدامي بالظبط. لكن لو حاجه من خيالي او كده مش بضطر ان انا احطها قدامي يعني. طيب قبل ما نروح للمحكمه وازاي بتروحي الاماكن على ارض الواقع عشان تنقلي لنا منها لوحات، عايز اعرف مخرج اي مسلسل من المسلسلات اللي قلناها في البدايه، هل بيقول لك ايه الستايل اللي عايزك ترسميه؟ هل بيقول لك مثلا حاجه معينه ترسميها؟ بيديكي ريفرنس للي عايزه؟ ولا ده بيبقى برضو انت كفاطمه الرسامه اللي بتقرر هترسم؟ لا لا لا، ده بيبقى قرار من المخرج، هو حسب رؤيته شايف مثلا اللوحه دي تترسم ازاي. يعني في اوقات كان بيطلب مني شغل كان طفل اللي راسم مثلا، يقول لي لا انا في مسلسل ايه بقى. كان في مسلسل الوجه الاخر، كان البطل بيرسم حبيبته تقريبا في مراحل عمرها، فكان مرسمها زمان لما كان لسه مش بيعرف يرسم، وبعد كده لما بقى كويس بقى عنده مرسم. فالمراحل دي انا المفروض اقوم انا بالدور ده، انا اكون برسم خطوط بسيطة. فالمخرج هو اللي بيكون عنده كل الداتا للموضوع. طيب انا مجرد اني معاكي دلوقتي يا فاطمه حاجات كتير بقى، منها تكريمك وجوائز وحاجات زي كده، نشوف ايه الصوره دي. اللوحه دي اللوحه اللي فازت في المسابقه بتاعه الازهر. دي اللي كتبتي فيها؟ اوكي. هي كانت بتتكلم عن السلام وتقبل الاخر والديانات، ويعني عارفه كل حاجه فيها عجبتني. ده البابا وشيخ الازهر. عجبتني ان هي، انا عموما اول مره اشترك في مسابقات يعني دي تعتبر اول مره يعني. ليه تحصل؟ طيب ليه اشتركتي يعني؟ حسيتي ايه اللي عجبتني الفكره يعني؟ عجبتني الفكره ان هي بتتكلم عن السلام وازاي ان الدين، الفن والدين مع بعض يعني. الفن بيرتقي بالمشاعر والاحاسيس، الدين بيرتقي بالروح، فلما الاثنين مع بعض كده الفكره عجبتني قوي وحبيت اوصلها بشكل بسيط جدا جدا يعني. السلام في الايد والسلام في الحمام اللي مرسوم في اللوحه والسلام في النور اللي ورا، يعني في لغه جسد بالظبط من البابا ومن شيخ الازهر، عارفه يعني. ايوه كانهم حاضنين بعض بس هم مش حاضنين بعض، هو لغه الجسد عامله تقارب حقيقي. لو بصينا تاني على الصوره او على اللوحه هنلاقي ان في تقارب بلغه الجسد وفي ايماءه احترام من ناحيتين بالظبط يعني. وزي ما بقول لك السلام مش كلمه، السلام في ايد والسلام في رمز الحمام والكنيسه والجامع والنور اللي وراهم مباشره جدا. صحيح. طيب بس كلميني بقى، انت ليكي اغلفه بتتصدر يعني على في اصدارات اخبار اليوم عن قضايا ومشاكل الاسره، وكنت بتروحي المحكمه. ايوه احكي لي القصه دي، عشان احنا في ست الستات دايما بنتكلم على المشاكل الاسريه. لما فنانه تروح محكمه، رسامه تروح محكمه، اكيد في سكتشات هتطلع، في مواقف هتبان، احاسيس. المحكمة دي هي اللي علمتني الرسم، ان انا اكون فنانة تشكيلية. فعلا الصحافة هي اللي خلتني فنانة تشكيلية، لان انا اول، انا فاكرة اول مرة نزلت المحكمة كنت مرعوبة قد ايه وخايفة اول مرة اشوف قضبان في الحقيقة واشوف مساجين بقى في الحقيقة واشوف الكلام ده، وانا كل حياتي رومانسية والوان وقاعدة في مكتبي. أيوة. وموسيقى وقاعدة في مكتبي. فانا قلت اما اشوف الناس دي في الحقيقه عاملين ازاي، يعني مش زي خيالي اللي انا قاعده برسمه في شغلي، لا لقيت حاجه تانية خالص. يعني انا ما كنتش برسم بالحرفيه دي الا لما نزلت المحكمه. شفت الناس في الحقيقه وبقيت ارسم لايف وبقيت ارسم بسرعه. فعلمني الشغل في المحكمه ان ارسم بسرعه. اتعرضت لحاجات كتيره بقى، ان اشوف الناس في الحقيقه والجرائم دي ايه ده اللي بيحصل ده. وانا ماسكه اصلا في قسم محاكم الاسره. محاكم الاسره دي فيها بقى حاجات خلع وطلاق وفيها مشاكل بتوصل لقتل والجريمه. يعني انت بتغطي على النطاق الصحفي والرسومات دي ما كانتش مطلوبه منك يعني؟ هي كانت مطلوبه منك؟ كانت مطلوبه مني، كنت اقرا الكلام وارسم الكلام ده، الخص الموضوع، المشهد نفسه. أيوة، في صورة في صورة في لوحة.
فممكن يكون موضوع صعب جدا، مؤلم، ممكن يكون حاجه غير اللي جوايا خالص، غير اللي انا برسمه. ده خلاني برضو افتكر معاكي واحنا بنتكلم كده ان المحاكم ممنوع في الخارج تصوير. يعني التصوير فيها، وهنا برضو دايما انا مش عارفه بس ساعات بنشوف صور كده من المحاكم، لكن اذا القاضي وافق حاجه بتتصور، لكن في الخارج ممنوع انك تصوري واحد بيتحاكم او واحده بتتحاكم. اهميه الفنانين، على فكره كان في ناس بتتعاطف او تبقى ضد متهم من المتهمين في قضايا من خلال الصورة اللي منقولة من المحكمة. حقيقي الفن هو اللي بيوصل كل حاجة، بيوصل إحساسك. يعني ساعات تشوفي اللوحة ما تقريش الكلام، بتبقي فهمت من اللوحة كل حاجة وصلتك. هو ده حقيقي بيحصل، عشان كده أنا كنت برسم بسرعة جدا عشان محدش ياخد باله كمان إن أنا برسم وآخد اللقطة الأولى كده للشغل. الله، ده غلاف صح؟ ده غلاف. صباح الخير. صباح طبعا الخير. العريقة جدا جدا. دي المدرسة اللي علمتنا كلنا الفن، دي مدرسة كل الرسامين. يعني دي أول الخير. بداياتي كشغل كان صباح الخير. مين دي؟ مين البنت دي؟ يعني هل انت دي من وحي خيالك ولا واحده شفتيها؟ انا ساعات بصور نفسي لما اكون عايز ارسم، انا ببقى الموديل بتاعت نفسي لما اكون عايز ارسم حاجه، وبعد كده اغير فيها، اغير في الملامح، اغير في الشكل، بس اخد اللقطه والحركه. طبعا لو الحركه صعبه مثلا او حاجه. صباح الخير. وطبعا احنا عارفين ان هي تاسست المجله العريقه دي على الصور، على الرسم، على اللوحات، على الرسم يعني، فمش غريبة ان يطلع منها مواهب كده زي فاطمة واحنا شايفينها. طيب عايزة ارجع بقى معاكي للجميلة سوسن بدر. اولا سوسن بدر وش رائع، مصري مصري للرسم يعني. رسمتيها مرة واحدة؟ رسمتها اولا الصوره المعروضه دي كانت في المسلسل، ادوني صوره ليها قديمه قوي، ابيض واسود، قديمه قوي قوي، والملامح مش واضحه قوي. والمخرج قال لي انا عايز الصوره دي الوان واحس ان هي قديمه، بعد ما ترسميها خليها لي قديمه. فانا كنت اول مره بقى هرسم صوره واخليها قديمه، دي يعني اعمل ايه يعني؟ فبدات الونها الاول، ارسمها كبورتريه ليها وهي صغيره، وبعد كده اغمق في الصوره عشان تدي احساس القديم، ان اللون قدم، وبرواز قديم، بحس ان اللي يشوفها يقول فعلا. على فكره انك انت ترجعي لعصر معين بالزبط. وتكسبي سنين لورا. ايوه ده علم يعني. فلقيته اعجب بيها جدا، قال لي هو ده اللي انا عايزه اوصل له بقى. بس خدنا وقت عشان انا اوصل لدماغه يعني. رسمتيها في لوحه قديمه او في صورتها القديمه او شكلها من زمان، هل رسمتيها جديد؟ رسمتها الفضي. رسمتها غلاف الفضي ده. رسمتها غلاف لاخبار النجوم. كان ده معانا ولا لا يا جماعه؟ كان معروض من شويه. أوكي. كانوا طالبين كذا بورتريه وهي كانت فيهم يعني. لا مش ده، ده من معرضي. لو ده من المعرض. انت شاركتي في 6 معارض صح؟ مش شاركت، هي معارض خاصه بتاعتي. بتاعتك. 6 معارض. ده من بداياتك، من اول لما بداتي؟ من بداياتي. ولا يعني لا 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 من بداياتي. ايه اكتر معرض حسيتي انك انت لا نقلتي فيه اللي جواكي بجد؟ وعايزه برضو اسالك، هو معظم لوحاتك لسيدات؟ ليه برضو؟ احنا في ست مبسوطه قوي انا بالموضوع، مش زعلانه يعني. طبعا. بس عايزه اعرف ايه الدافع انك انت معظم لوحاتك سيدات؟ معظم لوحاتي سيدات وورد، انا بعشق الورد كمان يعني. الاول انا انجح معرض بالنسبه لي، او المعرض اللي اقدر اقول فيه ان انا بدات اظهر على الساحه كويس كفنانه تشكيليه، معرض سمرة. سمرة. انت اللي بتطلقي على انا اللي بختار الاسم. اوكي. هو كان انا سميته باسم اختي الله يرحمها، هي كانت توفت من 2.5 سنين كده تقريبا. وبسبب الموضوع ده انا بطلت ارسم. قعدت فتره كبيره جدا ما برسمش ولا بروح شغل ولا كده. فزمايلي بقى واساتذتي واصحابي قالوا لي فاطمه ما تخرجي من الحاله دي بالرسم. ففكرت اعمل حاجه قريبه ليها. فهي كانت بتزرع ورد وبتهتم بالورد، تحب الورد وكده، فقلت هعمل معرض كله ورد، وفي كام بورتري ليها يعني قريب ليها.
وسميته سمرة، وكان الاسم برضو جديد كفن تشكيل انك تسمي اسم عامية كده يعني سمرة. فعملت المعرض ورد ابيض واسود كحزنا كده في البداية، وبعد كده الوان حياتك لسه ما تلونتش، وبعد الورد فقد لونه بالظبط بفقدان سمرة. بالظبط. ده اكيد اخذ منك وقت قد ايه؟ ست شهور. الست شهور دول هما الفترة اللي انا يعني قعدت يعني اقول انا هخف بالرسم، انا هخرج من الحالة دي بالرسم باي شكل. وبعد المعرض حسيتي انك خفيتي بالرسم؟ حسيت ان انا بقيت اقوى، وبقيت اعرف ازاي ان انا الحزن عندي اترجمه لحاجة حلوة. هو كده كده موجود، هو كده كده موجود، اصل عمرنا ما هننسى الناس اللي بنفقدها، ولا عمرنا ما هننسى في حياتنا برضو. بس في حاجه بقى نقدر نطلعها نلاقيهم فيها بشكل حلو. انا عملته اهداء ليها بصراحه، ونجح الحمد لله، ربنا طبطب عليا في المعرض نجح قوي قوي، وبدات اظهر كفاطمه حسن فنانه تشكيليه، مش بس رسامه صحفيه او مثلا بشتغل في الميديا، لا في حاجه بقى تانيه ظهرت اللي هي بتاعتك انت، فنك انت. وبقى بدا يبقى ليا خطوطي اللي هو يشوفها يقول دي لوحه فاطمه. ما كنتش انا لسه وصلت لكده. بعديها بقى المعارض اللي جت بعد كده برضو، عايزاكي تكلميني على المعارض التانيه. انا عملت معرض من حوالي في شهر 3 اللي فات، ده برضو محطة كبيرة جدا في حياتي ونقلة تانية خالص، اسمه كنداكا. كنداكا؟ كنداكا ليه؟ كنداكا يعني ملكة قوية جميلة. الكنداكا دي باللغة النوبية، الله، الوصف بتاع المعنى. اخترت شهر 3 أعمل فيه المعرض ده عشان أهدي الملكة دي، كنداكا دي، لكل الستات في عيد الأم، الستات والأمهات ويوم المرأة، بالظبط كل حاجة يعني. فقلت أختاره في الشهر ده، وكل لوحاتي فيه كانت عن المرأة. سنها بقى أعمار مختلفة، أشكال مختلفة، طبقات مجتمع برضو مختلفة. حسيت ان انا بتوج كل ست وكل بنت وكل ام في المعرض. كلميني عن مقتنياتك في متحف الفن الحديث. انا الحمد لله اقتنوا مني لوحة كبيرة في متحف الفن الحديث، كان في كبيرة قد ايه يعني؟ كبيرة 2 متر في 3 متر. انا ده نقول الجدارية يعني؟ قريبة الجدارية. كانت في المعرض العام 43، ودي كان برضو أول مرة اشترك في المعرض العام، وأول مرة يتاخد مني مقتنيات كانت كلها عن الورد. الله. وسميتها الحب كله. الله. لأن هي احنا معانا اللوحة دي صورتها على الأقل، لأ ولا طيب هندور عليها. لكن في لوحة ورد كبيرة، دي بالنسبة لك انها تبقى موجودة في متحف الفن الحديث، ده عامل ده تاريخ، ده انا كده عملت بصمة لنفسي وللسنين اللي جاية ان انا اكون موجودة في حاجة كبيرة زي كده يعني. دي حاجة حلوة ليا قوي يعني. لان انا بحب يعني الشكل ده على كبير بقى. على كبير 2 في 3. ده هتبقى حجم يعني رائع، ودي اعتقد من اجمل اللوحات اللي شفتها للزهور. عايزة اتكلم بقى، يعني بيبقى فيه قول ايه حاجة بتخلي الفنان يعني يبدأ يحس ان هو حياته لا بتروح لاتجاه معين. هل انت بدات تحددي ملامح الاتجاه المعين اللي انت رايحه له؟ بدات اكون تبداي تعملي مليون حاجه واهداف كتير، لكن في الاخر في حاجه بتعجبك وهي دي بتبقى اللاين بتاعك. انا بدات افكر كويس في اي خطوه بعملها. ما كنتش كده في الاول، كنت اي حاجه جديده اعملها اخوض فيها، اي حاجه ارسمها، اي موضوع اعمله. دلوقتي بقيت حذره يعني، خايفة. لان انا ممكن محسوب عليكي بقى، محسوب عليا كل حاجه، الناس عارفاكي. لو نزلت لوحه افكر 1000 مره قبل ما انشرها، اللوحه دي فعلا تتنشر ولا حاجه تجارب ليا انا نفسي خليها عندي مش للنشر. بس انا بفكر ان شاء الله المعارض الجايه تكون بنفس مستوى اللي انا وصلت له، وما كانتش تكون اكتر. ان شاء الله لا ان شاء الله تبقى احلى واجمل،
ودايما كده النماذج الناجحة من الستات بتوعنا. يعني النهاردة فاطمة حسن رسامة أخدت طريقها والناس بقت عارفاها، والأعمال الفنية لا حطها في حساباتها، معارض، جوائز. فاطمة احنا هنستناكي مع كل محطة جديدة ان شاء الله تيجي وتمتعينا بأعمالك الفنية. مرسي. انا بشكرك انك انت كنت معانا النهاردة في ست جدا جدا. مرسي. خلصت حلقتنا النهاردة بأجمل حاجة بالفن، وأتمنى أنها تكون عجبت حضراتكم، والأعمال أكيد عجب حضراتكم، ويا رب الحلقة كمان تكون كلها عجبت حضراتكم. بكرة حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. يا رب أشوفكم على كل خير. باي.